اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كيم؟ كله كويس؟ الحمد لله يا كابتن. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. توقع معانا على هاشتاج كريم و... او ثابت وكريم، كريم وثابت؟ كريم وثابت مع الشاطر اهو امام حضراتكم. توقع من هو مهاجم او توقع نتيجه مباراه منتخب مصر ومنتخب نيجيريا. طيب خلينا نبدا معاك على طول يا كريم. النهارده شفت المباراتين ازاي؟ مباراه الكاميرون ومباراه بوركينا. هل الكاميرون وبوركينا يعني؟ طبعا يعني أسوأ بصراحه بدايه للبطوله في وجهه نظري. النهارده الماتشين كانوا سيئين في وجهه نظري الشخصيه فنيا. وضع جدا البطوله يعني يشوبها الكثير من المشاكل فنيا. طبعا شفنا الكاميرون مش خلاص يعني الكاميرون بلد المستضيف، تاني اكتر بلد يعني كسب كاس الامم بعد مصر، فريق ما فيهوش نجوم صف اول. ابو بكر مهاجم، ابو بكر طبعا لو نفتكر طبعا اللي جاب فينا الاهداف في فاينل 2017 كان هو نجم المباراه الاول. النهارده قدر يعني ينقذ الكاميرون من مفاجاه كانت ممكن تلحق بيها في مباراه الافتتاح من بوركينا فاسو. بوركينا ربما في اول ثلث ساعه عملوا 20 دقيقة كويسة، بعض الهجمات وجابوا هدف. بعد كده الكاميرون قدرت ان هي يعني تتعادل بركلة جزاء، وبعد كده تاني ركلة جزاء تانية في الشوط الأول. مظبوطين الحقيقة. الاثنين كويسين طبعا، ما فيهمش مشاكل يعني. والشوط التاني بصراحة كان أداء يعني استهلاكي خالص من الفرقتين المنتخبين. ماتش أثيوبيا والراس كاب فيردي الراس الأخضر بعديه، ربما يعني رودريجيز و يا جماعه اللي بيتفرجوا بيتفرج وانت بتتفرج على كريم كده وشايف ملامح وشه وبتاع دايق. مش هنتفرج على امم افريقيا خلاص، هتقفل امم افريقيا خالص. وخصوصا كمان بعد الخبر اللي انا سمعته قبل ما اخش على الهواء يعني خير. بخمس خير. ثلاث دقائق خير يعني للاسف اصابه اثنين من زملائنا الصحفيين الجزائريين في مدينه دوالا الكاميرونيه بعد اعتداء بالاسلحه البيضاء قدام الفندق، وتم سرقتهم. خدوا منهم $5,000 و اصابوهم بالات حاده قدام الفندق. ويعني تويتر اصدقائنا طبعا العالميين والصحفيين الجزائريين على تويتر بيتناقلوا الاخبار، ويعني التلفزيون الجزائري بيتناقل الخبر من هناك من مدينه دوالا الكاميرونيه. طبعا الخبر ده مع اصابات كورونا، مع كمان الصور اللي نشرها الصبح غيلان الشعلالي لاعب منتخب تونس بوجود زواحف. لا لا بس انا يعني انا بشوف كده على طول من ساعه ما انا كنت بلعب في الكاميرون وانا بلعب كوره. بس مش جوه الاوضه يا كابتن اسلام. لا لا جوه الاوضه يعني والله. وانت قاعد في الاوضه كده بتفتح البتاع. صوت الحمام كنت صعب قوي بصراحه. لا كان في الحمام تعبان طالع بره. لا ده كان بره سنيك طالع. لا لا صعب قوي بصراحه يعني. لا صورتين، هو حاط صورتين. المهم يعني فواضح ان الظروف يعني في مشاكل، بس طبعا اكيد اهم شيء في كل حد بنتكلم فيه ده سلامه اللاعبين والوفود، سواء كانت الوفود اعلاميه او وفود جماهيريه. اهم حاجه سلامتهم طبعا. ما ينفعش طبعا الخبر طبعا يعني اصدقائنا الاعلاميين في الجزائر تناقلوه بشده على تويتر من شويه. نتمنى طبعا ان السلطات في الكاميرون تحقق في هذا الامر وانه ما يتكررش. طبعا ده من الاخبار اللي هي بعيدا عن الكوره، لكن فنيا انا بصراحه ما عجبنيش بدايه البطوله سواء من الكاميرون او سواء من بوركينا فاسو. ربما بس هم الامان الاثنين اللي عجبوني جدا في كاب فيردي، الجناح الايسر اللي هو جاري رودريجيز بيلعب في اولمبياكوس اليوناني، لعيب ممتاز جدا يعجب الناس يعني، كوير وحريف، له لعيب سريع لعيب حلو. والمهاجم تافاريز اللي جاب الهدف الوحيد في المباراه، مهاجم نادي الفيصلي السعودي، مهاجم قوي جدا، مهاجم صريح رقم 9، قوي جدا بدنيا. دول بس اللي عجبوني النهارده فنيا في اليوم. خليني طب حتى يعني أنا اضحك يعني انا شايف انا مختلف شويه مع كريم في ماتش الكاميرون وبوركينا. شايف ان المباراه كانت مثيره. دايما في مباراه الافتتاح خاصه في اي بطوله لما تكون المباراه على ملعب المنتخب المستضيف بيبقى هو تحت ضغط، فبيبقى يعني بيبقى عايز يكسب اكتر من الاداء طبعا لما ياخد 3 نقط عشان كمان البطوله تنجح كمان. فاحنا دايما بنبقى دايما مع الفريق يعني ايه الضيف. ولكن بصراحه المباراه انا شايف ان هي لا، المباراه كانت افضل طبعا من المباراه الثانيه بكل تاكيد. منتخب بوركينا فاجئنا في اول 30 دقيقه بادائه، يعني قدموا اداء هايل جدا، كميه ضغط
صراع بدني رهيب. الصراع البدني الموجود ده يحسسك ان اللعيبه فعلا في اوروبا كلها جاهزه، جايه من اوروبا جاهزه، رغم ان مفيش مباريات وديه اتعملت ل 90% من المنتخبات قبل البطوله. يعني 90% مفيش غير الجزائر وغانا اللي لعبوا ماتش، الباقي كله جاي جاهز. فالنهارده الصراع البدني الواضح في مباراه الكاميرون وبوركينا، انا كنت حاسس ان هي معركه ما بين الاسود الكاميرون والخيول طبعا اللي هم بوركينا فاسو. يعني معركه كانت قويه جدا. الشوط الاول اول 30 دقيقه بوركينا فاسو تفوقت وقدرت ان هي تسجل هدف، كانت بتعتمد ان هي بتقفل وبتلعب دفاع منطقه وبتلعب على الهجمات المرتده وبتستغل الضربات الثابته. نجحوا فعلا من ضربه ثابته ان هم يجيبوا هدف. اول ما جابوا هدف، توقيت الهدف التعادل للكاميرون كان مثالي في الدقيقه 40 او الدقيقه 39 من خلال ركله جزاء طبعا حسبها الحكم اللي دايما بنتفائل بيه، الحكم الجزائري مصطفى غربال، وش السعد على جمهور النادي الاهلي وعلى النادي الاهلي في مباراه القاضيه ممكن يعني. طبعا حسب ضربه جزاء وبعدين حسب برضو ضربه جزاء ثانيه، قدرت الكاميرون بعد كده ترجع بشكل كويس جدا. كان محمود عاشور برضو هو اللي لسه هقوله في الماتش يعني الثاني ايه في الماتش الثاني محمود الحكم محمود عاشور طبعا يستحق التحيه النهارده، صاحب اول طرد حكم في المباراه الثانيه. والغريب بقى يعني او المثير في الموضوع ايه، ان حاله الطرد بتاعه النهارده ليه دي طرد مباشر، وليه لعبه على فكره كان نفس الحكم محمود عاشور في مباراه الاهلي وفيوتشر اللي هي لعبه محمد الشناوي. لو جبنا الصور اللي معانا بص حضرتك، هم اربع حاجات يعني اربع حاجات لازم امتى الفرصه المحققه ادي فيها كارت احمر مباشر. اول حاجه الاتجاه العام للعب لازم يكون مباشر للمرمى، لازم يكون الاتجاه العام ويعني ايه لازم يكون الهجمه مباشره للمرمى، دي اول حاجه. النقطه الثانيه تمركز وعدد المدافعين، هل عدد المدافعين اللي حواليه هيلحق الكوره ولا لا. النقطه الثالثه السيطره المستقبليه للمهاجم ده على الكوره، هل هو لو كمل بيها هيستلم الكوره هيسيطر عليها ولا لا. النقطه الرابعه المسافه ما بين ارتكاب المخالفه والمرمى، دول لازم الاربع شروط يتم توفيرهم عشان ندي كارت احمر. لو استعرضنا الصوره بتاعه الطرد النهارده هنلاقي ان الطرد واضح جدا. يعني ليه؟ لان هتلاقي فيها الاربع حاجات، الاتجاه العام مواجه للمرمى، هتلاقي فيها ان تمركز وعدد المدافعين المهاجم رايح على الجون، السيطره المستقبليه يعني هو يقدر يسيطر على الكوره، المسافه اهي الصوره هي قدامنا. بص حضرتك الاربع حاجات، اولا الاتجاه قدام المرمى، الحاجه الثانيه تمركز كابتن محمود هنا مركز وحاسب برضو بتاعه الاهلي وفيوتشر صح، يعني كابتن علي ماهر كان بيعترض قوي هنجيبها برضو. بس دي اولا تمركز وعدد المدافعين، هو خلاص رايح انفراد، السيطره المستقبليه على الكوره هل هيسيطر عليها ولا لا، هيسيطر عليها، المسافه ما بين ارتكاب المخالفه والمرمى قريبه جدا، ده على قوس تعتبر على حدود منطقه الجزاء يعني، وبالتالي هنا كارت احمر مش بعيده شوية. لا لا قريبه، ده هي مواجهه للمرمى قريبه جدا. هات بقى الثانيه، فكره هو في اتجاه، هو في اتجاه المرمى اللاعب هو المتجه. بص حضرتك ديت الثانيه اللي كانت بعض الناس اعترضت عليها، وازاي الشناوي ما ياخدش فيها كارت احمر، دي يا جماعه على الجنب على الجنب، يعني اول بند اللي هو الاتجاه العام للعب ان يكون مواجه للمرمى مش موجود في اللعبه دي. وبالتالي برضو كان نفس حكم الفار كان كابتن محمود عاشور في مباراه الاهلي وفيوتشر. اوكي فدي نفس اللعبه، فهو هنا يستحق التحيه عليها ان هو حافظ قانون اللعبه صح ومذاكر كويس جدا ان اللعبه زي دي ما اداش فيها كارت احمر. والنهارده بيدي برضو جرأه من حكم الفار، الحكم ما كانش بيدي انذار، استدعى الحكم الانجولي هيكتور هيلدر مارتينيز، قال له من الدقيقه 7 في كارت احمر، ودي برضو تحسب ليه حكم الفار كابتن محمود عاشور. بصراحه برضه عايزين نتمنى الشفاء لكل من كابتن محمود البنا والكابتن احمد حسام طه، طبعا الاثنين جالهم يعني بوزيتيف، العينه بتاعتهم جت ايجابيه في كتير الحقيقه. في وضع هناك صعب جدا يا كابتن اسلام، عدد اللاعبين وعدد المسؤولين اللي عينتهم طلعت ايجابيه من كورونا في الكاميرون فوق الحد بصراحه، مستحيل يعني، الموضوع صعب جدا. ونتمنى ان يعني يتم تدارك الامر لان البطوله طويله احنا لسه النهارده بدري 24 فريق 24 منتخب احنا بنتكلم يعني لسه بدري يعني جدا 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 يعني الموضوع لسه بدري قوي على جهاز كم الاعداد. وكمان في نجوم مش هيلعبوا، السنغال اول مباراه ليها مفيش مندي حارس المرمى ومفيش كوليبالي، يعني امر صعب يعني انت اصلا بتستنى ماتشات، يعني طالما انت طلعت 24 منتخب فانت فاهم يعني الموضوع بيبقى في منتخبات كتيره مش على قد المستوى، بتستلم منتخبات معينه يعني بالظبط، فبتستلم مباريات معينه، فتخيل كمان المباريات انت مستنيها هتلاقي ان مندي وكوليبالي مش موجودين، مندي لسه لاعب ماتش قدام ليفربول، بصراحه يعني حاجه اعجازيه مش هنتفرج عليه في اول
انطلاقة للسنغال، والله أعلم، والله أعلم طبعا، يعني ربنا يشفيهم كلهم، بس طبعا أكيد ده في علم الغيب، الله أعلم اللعيبة دي تحاليلها هتبقى سلبية عشان تقدر تشارك إمتى، ما حدش يعرف. هقول لك على حاجة كريم برضو، أنا شايف إن البطولة دي هتبدأ من دور الـ16. ليه؟ يعني حتى لو اللعيبة دي غابت هتبدأ الدور قبل النهائي ودور الثمانية كمان. يعني مرحلة دور المجموعات دي أصل في أربع، في أحسن أربع ثواني هيصعد منها أربعة. أيوة طبعا. يعني كله هيصعد. طبعا. كله هيصعد، صعب إن فرقة كبيرة تخرج يعني. فأحسن أربع ثواني. طبعا بقوله لك أنت يعني حتى الفرق. فالبطولة هتبدأ من دور الثمانية، فالإصابات ماشي. اللي هي في الأول دي اللعيبة دي هتلحق بعد كده. يا أبو سهل. نشوف اللعيبه دي هتلحق ولا مش هتلحق. الماتش الثاني اثيوبيا بقى وكاب فيردي، مباراه طبعا اكيد اتقتلت بعد تقريبا 10 دقائق بحاله الطرد من اثيوبيا. انا شفت ان اثيوبيا طلعت عاملين ماتش كويس، بيلعبوا كوره يعني عندهم بعض يعني. بيلعبوا في فكره بيحاولوا ينفذوها، لكن طبعا في فروقات فرديه بينهم وبين كاب فيردي. يعني كاب فيردي في وجهه نظري والريجيز ويتافاريز عليهم كانوا جابوا الاثنين، لا واضح ان الاثنين كمان. عارف يا كابتن اسلام، الفرقتين طبعا مستويات ما فيش فجوه كبيره، لكن منتخبات ما فيش حاجه يعني، ما فيش فجوه شاسعه بين الاثنين، ولكن مهاره رودريجيز لاعب رقم 11 بيتفرجوا عليه في المباراه الجايه لمنتخب كاف فيردي، وتافاريز لاعب مهاجم الصغير رقم 19، هم بقى عندهم فروقات فرديه عن لعيبه اثيوبيا. نضيف ده كمان على حاله الطرد اللي حصلت والفرق العددي في المباراه، خلى كاف فيردي طبعا مباراه كانت وجهه نظري من جانب واحد الشوط الاول بخلاف الهدف اللي تم احرازه، كان مهائل من الفرص، وطبعا كانت فرص سهله، لكن برضو كاف فيردي مش الفرقه اللي تقدر تفنش ماتش زي ده بسكور، بس اعتقد طبعا هم كانوا مبسوطين بالانتصار اكيد، لان بيخليهم بيديهم مساعده كويسه ان هم يتاهلوا لدور كان الستاشر. عندك تعليق على الضربات الجزاء بتوع منتخب كاميرون فينسنت ابو بكر؟ ابو بكر بصراحه قدم مباراه، هو احسن واحد النهارده في اليوم كله ابو بكر، مهاجم كاميرون، مهاجم هايل بصراحه. تعليقي على ضربه الجزاء ان هو شاط النهارده ركلتين جزاء ليه طريقه معينه او اسلوب في الطريقه. هات الصوره اللي بعدها، هو ده طبعا ابو بكر المهاجم الكاميرون، كمل هتلاقي فيه صوره بيعمل حركه حسني عبد ربه، ودي برده حاجه اللي هي ايه، بيستنى الاول بيشوف الجون، بيشوف الزاويه او بيركز، تاني حاجه بيستنى بيثبت الحارس، بيترمي في زاويه ويقوم لعبها في الزاويه الثانيه. هو غير الزاويه في ضربه الجزاء الاولى، غيرها لما لعبها في ضربه الجزاء الثانيه. يعني ده اسلوب، يعني لو حارس مرمى حافظ طريقه اسلوب لعبه في ضربه الجزاء خلاص، ان هو ما يترميش على طول. يستنى لغايه لما يشوفه. يستنى، هو لعبها بالاثنين، الحارس المرمى ده لو كان ذكي في الثانيه كان جابها. يعني انت خلاص انت حفظت ان اللعيب ده بيجي يخش يموه، المفروض في الثانيه يكون عرفت يعني. دي بس ابو بكر لو استعرضنا ارقامه النهارده بصراحه عامل ماتش كويس جدا، لعب 88 دقيقه، جاب هدفين، عامل 6 محاولات على المرمى منهم 3 صح، عامل 4 مراوغات ناجحه من 5، كسب 6 التحامات من 8، 6 من 8 واخد خطا وحصل على رجل المباراه، وبرده موجود الصوره اللي هي فيها رجل المباراه. ادي الارقام بتاعه ابو بكر، لعب 88 دقيقه، جاب جونين، عمل 6 محاولات منهم 3 صح، واربعه دريبل، 4 مراوغات ناجحه، و6 من 8 التحام ثنائي وحصل على خطا. وهاتوا برضو استعرضوا الصوره بتاعه رجل المباراه، حصوله على رجل مباراه الكاميرون وبوركينا فاسو، وبيلعب حاليا في السعوديه في النصر السعودي. فمهاجم طبعا هو اللي كان وطبعا النهارده بفوز الكاميرون على بوركينا فاسو في مباراه الافتتاح، يبقى منتخب الكاميرون يا كابتن اسلام عادل الرقم القياسي لمنتخب مصر بالفوز 5 مباريات في الافتتاح. الكاميرون لعبت في تاريخها 7 مباريات، كسبوا 5 من ال7، احنا لعبنا 6، خسرنا مره واحده. طبعا الخساره الوحيده كانت قدام المنتخب السنغالي في افتتاح كان 86 عندنا هنا في مصر بالظبط، لما خسرنا ماتش الافتتاح وكسبنا 5. النهارده طبعا فوز الكاميرون عدلوا بيه الرقم معانا، 5 انتصارات و5 انتصارات. طيب خلينا نروح نشوف تقرير من سيفوز بهذه البطوله، نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. ندعي ربنا ان شاء الله ان يكون مصر كلها نصيب، ان شاء الله تكون هي اللي تكسب وكده. اتوقع فوز المنتخب المصري في النهائي ان شاء الله، وهيكون النهائي بين المنتخب المصري والجزائر. اتوقع الجزائر لانها عندها فرقه ثقيله، وكسبوا بطوله افريقيا قبل كده، كسبوا كاس العرب، بس انا اتمنى اكيد فوز مصر ان شاء الله. يعني هي بطولتنا، والسنه دي احنا عندنا جيل احسن جيل من 2010،
ومدرب كويس، مدرب عنده فنيات محترمه. هو لسه ما بانش في كاس العرب برده، لسه الراجل اجنبي وجديد على المنتخب وجديد على منتخب مصر، بس ان شاء الله متفائل ان احنا نكسبها. يعني ان شاء الله المنتخب لنا الفوز باذن الله، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. احنا مصر، مصر فوق الجميع باذن الله. يعني اتمنى باذن الله ان مصر هي اللي تكسب. يعني احنا عندنا تاريخ مشرف في افريقيا، وباذن الله يعني انا منتظر ان احنا فريقنا بقى فريق قوي جدا. يعني اعتقد الفتره اللي فاتت دي، وباذن الله حتى لو ما كسبناش هنشوف اداء كويس جدا في الكاس باذن الله. اتمنى مصر، لكن التوقع المنتخب الاقوى هو منتخب الجزائر، هو اقوى منتخب مشارك في البطوله ان شاء الله. منتخب مصر لعده اسباب، منها النجم العالمي محمد صلاح موجود في الفريق، وكمان ان لعيبه النادي الاهلي عنده خبره جدا في البطوله الافريقيه اللي خدوها السنتين اللي فاتوا، وان شاء الله اتوقع انه منتخب مصري بعدين منتخب المغربي او منتخب الجزائري. طيب كريم، برضو خليني اسالك عن النادي الاهلي. نعم. فوز النهارده النادي الاهلي بجائزه الابداع محمد بن راشد، اعتقد ان ده شيء رائع جدا. اكيد طبعا جايزه تضاف للانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي تحت قياده الكابتن محمود الخطيب الفتره اللي فاتت. احنا بنشوف الجايزه دي بقت اعتياديه حتى للنادي الاهلي بشكل سنوي، بخلاف طبعا الانتصارات الكرويه. الجايزه حلاوتها ان هي جايزه ادبيه، يعني جايزه بعيدا عن الانتصارات داخل الملعب، وبتترجم الجهد والشغل اللي تم في النادي الاهلي تحت قياده الكابتن محمود الخطيب، وجائزه مستحقه وطبعا واكيد حاجه تضاف للنادي الاهلي، واكيد تضاف لمجلس الاداره الحالي اللي بكل تاكيد واجه يعني اختبارات كتيره جدا خلال الدوره اللي فاتت. نعم الحالي ما لحقش لسه الامانه طبعا لسه الحاليه، لكن اللي فات بصراحه كانت اختبارات كتيره جدا. كابتن محمود الخطيب والمجلس يعني جم على حاجات او ميراث كان تقيل شويه الفتره اللي فاتت، والحمد لله النادي الاهلي قدر يعود للتراك الرياضي بشكل كويس، وطبعا ويستمر كمان. عايز اشيد بالتطور الهائل اللي معمول في فريق كره السله، تطور هائل. النهارده بصراحه انا شايف كم هائل من الجمهور بيتابع كره السله بما يشبه نفس الحماس اللي الناس بتنتظر بيه فرقه الكوره. بصراحه فريق الباسكت النهارده بقى واحد من احلى الالعاب الجماعيه في النادي، الناس بتحب، كلنا بنستنى ماتشاتها، وبصراحة الدوري يعني ساخن جدا. فكل ده نجاحات بتنسب لمجلس الإدارة ونتيجة للشغل المثمر بتاعهم. نعم. الجائزة دي طبعا حاجة يعني دايما النادي الأهلي الهرم الرابع لمصر، يعني جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي هي طبعا متاخدة. الجائزة دي يا جماعة بدأت سنة 2003، وبعدين كانت أول جائزة تم التكريم فيها هي عام 2004، تم توسيعها عام 2012، شملت ثلاث حاجات: اطار محلي، المحلي اللي هو جوه دوله الامارات، والاطار العربي، والاطار الدولي. الاطار العربي الشاشه دي عايزه لوحدها بتاع ابداع. الاطار العربي اللي هو النادي الاهلي. النادي الاهلي اخذ الجائزه دي ايه؟ عن مبادره ايه؟ عن مبادره التمويل الذاتي، اللي هو ايه؟ في فتره مواجهه جائحه كورونا، ازاي النادي الاهلي قدر يوفر موارد في فتره جائحه كورونا. اغلب الشركات واغلب الانديه، في انديه اللي هي ما بتديش الرواتب بتاعت العاملين او قالت لهم نص العاملين، النادي الاهلي لا، ادى الرواتب كامله وعمل مبادره اسمها مبادره التمويل الذاتي. طبعا المبادره دي بتدرس انت ازاي قدرت ان انت تجيب موارد ماليه في فتره جائحه كورونا ديت، وبالتالي النادي الاهلي اخذ الجائزه عن الحاجه دي وسط 54 نادي كان مرشح، يعني 54 نادي، واللجنه اللي بتقيم لجنه عالميه، يعني مش لجنه ما فيهاش حد من مصر او كده، لا، لجنه عالميه بتقيم. مش حد اهلاوي يعني. ما فيهاش حد اهلاوي، يعني مش كده، لا، الجائزه مش مجرد كده، لا، الجائزه متاخده عن مبادره التمويل الذاتي اللي قدر يعمله النادي الاهلي في الابتكار، في انت ازاي بتستبشر للمستقبل بتاعك، في الاطلاع على انتقال الممارسات في العمل المؤسسي. دي كان معيار الجائزه، مبادره التمويل الذاتي، وازاي النادي الاهلي قدر يجيب موارد ماليه، ازاي قدر يجيب موارد ماليه في خلال جائحه كورونا. في ناس، في انديه قالت لك لا نص المرتبات، قالت لك مفيش مرتبات، في شركات قفلت، النادي الاهلي قدر يصرف رواتب جميع العاملين، ودي حاجه طبعا يعني تستحق التحيه عليها النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب. ودايما بقول ان النادي الاهلي سر عظمته بعد جمهوره
هو ادارته. النادي الاهلي رقم واحد جمهوره، رقم اتنين ادارته بصراحه. يعني الجمهور مع الاداره دي نعم. هي سر نجاح النادي الاهلي على مدار السنين ده. لو دورت او شفت ايه سر نجاح النادي الاهلي على مدار تاريخه، الحاجتين دول، الجمهور اللي وراه، الحاجه الثانيه الاداره، ازاي تبقى بتعمل بنظام مؤسسي، ازاي الاداره دي شغاله بنظام مؤسسي. الحاجه دي مش موجوده بصراحه في مصر غير في او في افريقيا غير في النادي الاهلي. الحقيقه يعني الف مبروك للنادي الاهلي، يستحق هذه الجائزه دايما. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، كلنا بنبقى مبسوطين، كلنا بنبقى فخورين، ودايما بنبقى سعداء بمثل هذه الجوائز. اخيرا قبل ما انهي هذه الحلقه كريم واحمد، اخذ رايكم في من وجهه نظركم اختيارات منتخبنا الوطني يوم الثلاث الساعه 6. اعتقد يعني تشكيل اساسي يعني. كل الاخبار اعتقد اكدت خلاص بنسبه 99% تشكيل منتخب مصر يوم الثلاث. محمد الشناوي، حجازي والونشو وفتوح، وعلى الباك فتوح ولا ايمن؟ نعم فتوح ولا ايمن؟ فتوح. وعلى الباك اليمين اكرم، نص الملعب حمدي فتحي والنني وعبد الله السعيد، محمد صلاح، عبد الله السعيد عمر مرموش، محمد صلاح، ومصطفى محمد. ده بنسبه 90% او 99%. اتفق مع كريم بس اختلف شويه في عبد الله السعيد. يعني هو ممكن هو الراجل كل الباقي اوكي، لكن عبد الله انا لا، هو كيروش ممكن يدفع بعبد الله السعيد، بس انا شايف ان عبد الله السعيد ده مش الماتش بتاعه قوي يعني خالص. يعني ليه؟ لان هو دلوقتي 37 او 38 سنه تقريبا، ماتش بدني نيجيريا بقوتها دي، انت محتاج يعني. انا شايف ان حتى لو زيزو لعب في المكان ده هيبقى افضل من عبد الله السعيد. يعني زيزو، تريزيجيه، اي حد لو لعب في مركز 8 ده في طريقه 4 3 3 هيبقى افيد بدنيا، وتقدر تستغل عبد الله السعيد الشوط الثاني. لكن صعب ان انت تبدا طيب. بيه الا بقى لو كان عايز يديله 60 دقيقه ويغيره. نختم بالتشكيل الاغلى في امم افريقيا. تمام ماشي، نستعرض ده التشكيل اللي احنا اللي هم منزلاه موقع ترانسفير ماركت، اغلى العناصر الموجوده في الكاس الامم الافريقيه. في حراسه المرمى طبعا ادوارد مندي حارس تشيلسي ومنتخب السنغال، قيمته التسويه 32 مليون يورو. الاثنين المساكين 32 بس؟ 32. طب والله يعني قليل ده حارس مرمى بالنسبه لحارس برضه رقم كويس. يعني كولوبالي مدافع السنغال ونابولي الايطالي 45 مليون يورو. تابسوبا مدافع بوركينا، وعلى فكره غاب النهارده نتيجه كورونا، بيلعب في باير ليفركوزن 40 مليون يورو. عبدو ديالو الباك ليفت بتاع السنغال وباريس سان جيرمان 25 مليون يورو. اشرف حكيمي في المغرب 70 مليون يورو، طبعا ده بيلعب في باريس سان جيرمان. الثلاثه توماس بارتي 40 مليون يورو، نجم الغانا وارسنال الانجليزي. نيجي بعد كده لفرانك كيسيه نجم الميلان وكوت ديفوار 48 مليون يورو. ويلفريد نديدي اغلى لاعب في منتخب نيجيريا ونجم ليستر سيتي الانجليزي. الثلاثه اللي قدام رياض محرز 40 مليون يورو في الجزائر مانشستر سيتي. محمد صلاح اغلى لاعب في البطوله 100 مليون من مصر ليفربول. وساديو ماني من السنغال ليفربول 80 مليون يورو. دي التشكيله، اغلى تشكيله موجوده في كاس الامم الافريقيه. هتلاقي فيها كام واحد من السنغال؟ ساديو ماني وكولوبالي وادوارد من ثلاثه من السنغال. كم واحد من مصر؟ محمد صلاح كفايه. اغلى واحد في البطوله. اغلى واحد في البطوله. اثنين من السنغال دول طلعوا كورونا بكره صح؟ اللي احنا بنتكلم عليه. اثنين من الثلاثه. فاضل ماني يعني. لا بس مش مهم، احنا عايزين نتفرج على بيني وبينك يعني. صح البطوله نتفرج. وبعدين هي هتبدا من دور الثمانيه بصراحه. ما يقول دور الثمانيه ان شاء الله عليك. انا بشكرك يا كريم على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا احمد على وجودك معانا. شكرا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ما تنسوش احنا كل يوم الساعه 11 بالليل فتره المباريات، زي ما حضراتكم عارفين فتره مباريات امم افريقيا هنبدا مع حضراتكم دايما الساعه 11 بالليل. وما تنسوش برضو انا دايما بشوف كريم واحمد ثابت بفتكر المسابقه على طول، لان هم بيبعتوا على طول بيكلموني يقولوا لي ايه رايك، اقول لهم احنا والله يا جماعه ما بشوف حاجه ولا اعرف حاجه. ففي مسابقه زي ما حضراتكم عارفين، اللي عايز يبعت مسج او يتصل من اي محمول يتصل على 17. هقول لكم كامل الارقام دلوقتي، انا نسيت الارقام. 17 95. صح حافظها. اي محمول بس حافظ. واضح من كتر ما بيبعت. 17 95 من اي محمول او اي مسج حضراتكم عايزين تبعتوها برقم الاجابه الصحيحه، ثم 0909500 من اي خط ارضي. حضرتك ابعت في اي وقت ان شاء الله. يوم الاربعاء القادم كالعاده الحقيقه هيكون معانا السحب الثاني على من سيكون المتسابق الثاني اللي هيكون موجود معانا ان شاء الله
في كأس العالم للأندية عشان يتفرج على أولى المباريات النادي الأهلي ومونتيري المكسيك. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم بكرة وحلقة جديدة من البيت الكبير.